يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها مساء يوم الأحد ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شعبان 1445 للهجرة الموافق العاشر من مارس الجاري وذلك لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل ويدعو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه من تكون لديه شهاده او نبا عن رؤيه الهلال للمسارعه بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ عن ذلك مشكورا ماجورا